السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني مسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن، تفضلي. سانكي حلف عليا يمين في العيد، قال لي عليا الطلاق شافعي ومالكي وحنادلي إن كلمت أختك تكوني طالق. أنت وإيه؟ إن كلمت أختك تكوني طالق. أيوه. أسأل يا شيخ، أنا بقول له أنا مش متذكرة بس اللي عليا الطلاق، ولا قال لي أنت طالق شافعي ومالكي وحنادلي لو كلمت أختك تكوني طالق. فأنا لما سألته يعني وقعدت أسأله كده بقول له كان نيتك إيه؟ كان بيقول لي نيتي التهديد. والله أنا يعني شافه بهذه اللفظة سأفتيكي برأي الجمهور لا برأيي. رأي الجمهور أن هذا يقع طلاق، طلقة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا عم سيحاني؟ ايه؟ الحمد لله بخير. هل يمكنك ان تسألني في جزء الزمر؟ الزمر؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد. نعم؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إلي والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله وكن من المفسدين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن ذلك. حسبكِ. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. حسبك حسبك. ويوم يحشر لا عفوا ليست هذه ماشي. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار هم يدعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. حسبك حسبك. قولي للوالدة أبلغيه السلام وأبلغ الوالدة السلام ويعطونك 100 ريال. أما إذا دخلت في الجديد 200، لكن هذا أجزاء قديمة، هذا حفظ قديم، نريد في الجديد. بارك الله فيك.
هل يمكنك أن تسأل أخي في سورة لا، المرة الجاية إن شاء الله نسألك الأول في الجديد، ما تجيب لنا قديم في الجديد بعد سورة جزء الأحزاب، بعد نريد ندخل في الذي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك شيخ محمود. شيخنا دلوقتي بالنسبة عايزين نطبع شخصيات كرتونية لأشخاص، هو في يعني ونحطها على التيشيرتات ونبيعها، هل ده جائز؟ جائز مع الكراهة. جائز مع الكراهة، ماشي. ابتعد أفضل. الله يسلمك. أعرف يا أخت شيماء، لكن الوقت قد طال معها شوية، فنحب أن نجيب على فتاوى إخواننا مجلس مقابل الفتاوى أصالة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن إن شاء الله. هو ترك الرخص يعتبر تنطع في الدين؟ مش في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال. بمعنى شيخ؟ لا، يعني مثلا شخص أتم في السفر، على سبيل المثال قدمه الناس للإمام ومن حقه أن يقصر، فأتم مراعاة لأفهام الناس، ليس زهدا في السنة، مراعاة لأفهام الناس، فلا يقال عنه متنطع، فالمسألة بحسبها. تمام، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، تفضل. الشيخ مصطفى، لعلك بخير يا رب إن شاء الله. الحمد لله أنا بخير. جزاك الله خيرا. أنا برن على حضرتك عشان أنا بحبك في الله، وعايز حضرتك تزيلي. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعزك يا رب ويكرمك يا رب. وياك. تدعي لي ربنا ييسرني وييسر لي أمري ويوفقني يا رب. إن شاء الله يجمعنا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك سيدنا؟ الحمد لله بخير. كل عام وحضرتك بخير. أنت طيب. كان عندي سؤال، بس حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ كيف نجمع بين حديث إن أبي وأباك في النار، وقوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ والله بعض العلماء يقول بحديث فحواه أن الله سبحانه وتعالى، هذا الحديث متعلق بأهل الفترة، حديث فحواه ثلاثة يدلون بحججهم يوم القيامة، رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير، ورجل يقول يا رب أتاني الإسلام والصبية يرمونني بالبعر، شخص كبير السن وشخص مجنون، كبير السن لا يدرك وشخص مجنون، وشخص نال الفترة، فيختبرون في العرصات بجنة وبنار، فإذا أمروا بدخول النار وجدوها بردا عليهم وسلاما. هذا وجه من الوجوه. والوجوه الأخر أن هذا الحديث استثناء، والرسول أعلم بما يقول، فلو ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم نعدل إلى غيره، لم نعدل إلى غيره. فكلام في أهل الفترة طويل، وأنصحك بمراجعة كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان، وكتابه أيضا دفع إهام الإضطراب عن أي الكتاب. أما أضواء البيان فعند قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأتى بأدلة القائلين إن أهل الفترة في النار، منها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما هو النار وما للظالمين من أنصار، منها إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة بصفة عامة، وأورد الأدلة الأخر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل،
إلى غير ذلك. في المسألة شيء كبعض الشيء آخر يا شيخ بعد إذنك. تفضل. أنا في دولة أوروبية وعندنا هنا في يعني في 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 العاصمة اللي أنا فيها في مسجدين. في مسجد بيجمع المغرب والعشاء لأن الشفق بيمتد لفترة طويلة، يعني المغرب بيأذن في الساعة 10 والعشاء بتأذن بعد 11. ففي مسجد هنا الإمام يعني أصرح أنه ممكن نجمع المغرب والعشاء. طيب ما الوقت مش ليس بالطويل، يعني المغرب 10 والعشاء 11. هو يصلي العشاء مع بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في استفسار بخصوص والدي. كان في شخص من الأشخاص اداله مبلغ على سبيل التجارة. المبلغ ده قعد بحدود 20 سنة يتاجر ويربح ويأخذ ربحه، ولا النظام؟ لا، ما كان بيأخذ ربح. يعني أبوك أخذ الفلوس ونام عليها 20 سنة؟ لا، هو الفكرة كان يعني ما كانش حد بيطالب حد، يعني حتى لو لم يطالبني لازم أديله حقه من غير مطالبة. هو لازم يطالب. أنا أعطيتك، أنت أعطيتني أموال أثمرها لك، المفروض أن ربحت أقول لك فلوس كذا كذا، تفضل فلوسك الربح سواء شهريا أو سنويا. إنما إنما لا، 20 سنة لا يعطيه شيئا. إزاي كذا؟ طيب. وبعدين النتيجة يعني ما السؤال؟ السؤال الآن إن أنا عايز مدة 10 سنوات الأولى. أنا عارف قيمة أبوك عايش ولا مات؟ فلوس. لا عايش. طيب أبوك عايز يعمل إيه في الرجل التاني؟ مات ولا على قيد الحياة؟ على قيد الحياة. الرجل يطالب بأمواله الآن أم لا؟ الآن بيطالب بأمواله. فأنا عايز أحسب المكسب يبقى له كام يعني. فلأن أنا حاليا 10 سنوات الأولى ما قادر أن أنا أعرف المكسب. طيب أبوك رأيه إيه مع أبوك الذي كان يتاجر؟ طيب أبويا رأيه أن المبلغ مكسب كذا في 10 سنين الأولى، والعشر سنين التانيين احنا مش عارفين، لأن كان عن طريق حسابات، برنامج حسابات، وحاليا مش عارفين نطلع أي تفاصيل. بالتقريب. طيب لو أنا أعطوه المال بالتقريب إن عجزتم عن تعيينه بالضبط واستسمحوه. شكرا. تقول إنه تم كتب كتابها من سنة وكان خالها هو الولي عند الزواج، لأن أمها مطلقة وأبوها كلما حاولت تتصل به يقطع الاتصال مع التعدي بالألفاظ على أمي، وما فيش مصاريف ولا حتى سؤال عنها كذا. أعمامي ما يعرفوناش أصلا، هي 2 أخوات شباب بالغين، ولسه شايفة بنت بتسأل شيخ وتقول له يا أختي سنعتبر الأب كأنه غير موجود، والمأذون زوجك زواج المأذون يصح. الوالد كالمنعدم، الوالد كالمنعدم، فزواجك صحيح. والمسلمون لما كانوا في غزوة مؤتة وأمر النبي زيد بن حارثة وجعفر، قال فإن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فابن رافع، فقتل الثلاث ولم يعد هناك شخص أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فاصطلح المسلمون على خالد فأثنى النبي على هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ عندي سؤال. تفضل. أنا دلوقتي جاي لشغل في معرض عربيات، بس في الساعات الراجل ده بيبيع ازاي؟ ممكن واحد يكون معهوش فلوس فيجيب مع واحد يشتروا له العربية وبقى يبقى يصبر له. انت ليس عليك اثم لكن يلزمك النصح. ما هو انا بعرفه، بيقول لي هو بينقلها الملك ملكه بس ما بياخدهاش يحطها عنده في مكان. انت عليك النصح، البيع كجائز
لكن عليك النصح. يعني انا عاد اشتغل معايا انا؟ اشتغل مع مين؟ مع الراجل دوت. دوت مين فيهم؟ وكذا واحد الان ثلاثة بالمعرض أشخاص. هو صاحب المعرض. يعني انت صاحب المعرض، واحد بيجي لكم ومع شخص اخر يشتري السيارة وانقلها باسم الشخص الاخر. هذان هما المشكلة فيهما، اما مشكلتك مع صاحب المعرض ما عندك مشكلة انت مع صاحب المعرض. تمام، يعني انا قبل الشغل عشان ربنا يحفظك. بارك الله فيك يا امل بنت بدير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حالك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا كان عندي سؤال. سل. هل يجوز الاستشهاد بالقصص الضعيفة والموضوعة في حق الصحابة والتابعين تكون حسنة يعني في الوعظ؟ حسنة المعنى تقصد؟ نعم، كقصة الحسن والحسين. ايه؟ كقصة الحسن والحسين. قصة الحسن والحسين فيه؟ بتاعت الوضوء. ما نعرف لها سندا أصلا. نعم، يعني القصص دي يجوز الاستشهاد؟ لا 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 لا، ما نستشهد إلا بالثابت الصحيح. نعم، ولدي سؤال آخر يا سيدي. تفضل. صحة حديث إذا سألتم الله فلا تسألوه بوتوري أجلس بكم ولكن اسألوه بأوتوري. لا يصح. جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا واحسن الله اليكم. وعليكم يا رب. بعد اذنك يا شيخ، يعني انا بنشتغل في شركه وكده، فاحنا امناء على مال الشركه ديت يعني. طيب وبعد؟ المهم في موظف يعني عرفنا ان هو بيسرق، لغايه لما رجعنا الكاميرات وواجهناه بالسرقه وهو برده مصمم يقول لا، يعني بيهدي بقى خلاص، يعني بيقول لا انا ما سرقتش وكده، مع اننا وريناه الكاميرات وهو حرامي. فمسكته ضربته يا شيخ. مسكته ضربته علقه يعني زي ما بيقولوا. وبعد كده هو مشي يعني وساب الشغل على انه حرام. هل انا يا شيخ اقسم ان انا مسكته ضربته؟ يلا حصل خير، انتهى الامر، انتهى الامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا مولانا، عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك في صحتك يا رب ويبارك فيك. وإيه. امين. سؤال، انا عندي واحد زميلي هو بيدرس في دولة بره مصر، فهو دلوقتي في ايام الاجازة بيشتغل عشان يوفر مصاريف ليه. طيب. الشغل اللي هو شغال فيه بيبقى في مكان في جزء منه بيصبوا خمرة. ايه؟ في جزء في المكان دوت، جزء في المكان ده بيصب فيه خمرة، مش هو، في حد بيصب فيه خمرة، يعني هو زي نظام مشروبات وفي جزء فيه خاص بالخمر عشان هي دولة، يعني دولة كافرة. وهو في خط الخمر او بعيد عن الخمر؟ ما هو السؤال عن كده بقى، هو بيقول لي دلوقتي ساعات بيكون فيه الموضوع الخمر ده بيجي في انابيب كبير، فبيطلبوا منه مثلا، هي بره المحل بيطلبوا منه يدخلها، فبيقول لي الانبوبة حتى لو فيها او ما فيهاش هل حرام ان انا ادخلها ولا لا؟ لا، اذا كان فيها او تستعمل لتصنيع الخمر حرام، اي مشاركة فيها، اي مشاركة فيها، اي مشاركة في الخمر حرام، لان النبي لعن فيها 10 اصناف. مش بائعها، مبتاعها، عاصرها، معتصرها، حاملها، المحمولة اليه، 10 اصناف لعنهم النبي في شأن الخمر. يعني هو، طب المكان ذات نفسه يعني حلال ان هو يشتغل فيه لو بعيد عن الخمره، وهو يبعد خالص عن الموضوع ده؟ لو بعيد عن الخمره ما لهوش مشكله ان شاء الله. تمام، ربنا يحفظك يا رب. حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائده يدار عليه الخمر، كسند ضعيف، لكن عندنا واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ، لو سمحت بسأل حضرتك، العاقد على زوجته وقبل الفرح بيومين ثلاثة هو قال خلاص أنا مش عايز أكمل، إيه هي حقوقها؟ هذه قضية تنظر، لكن العاقد عموما. أيوة. الذي طلق قبل البناء عليه نصف الصداق بقول الله تعالى. نعم. يا أيها الذين آمنوا، عفوا، لقول الله تعالى في كتابه الكريم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قوله،
وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب يا شيخ، دلوقتي بالنسبة لوضع اللي هي قائمة المنقولات الزوجية والمتعلقات اللي بين كتبت قائمة؟ نعم كتبت قائمة؟ كتبت قائمة أيوه. تم في القائمة ده تشتمل على شيئين، شيء تأتي به الزوجة وأهلها، نعم، وشيء يأتي به الزوج. نعم. الذي يأتي به الزوج ينصف. نعم. يعني لأن القيمة عند الصداقة عندنا في مصر يتمثل، نعم، في مؤخر وشبكة وقائمة العفش. نعم. ده الغالب. نعم. صحيح. الشبكة تنصف، المؤخر ينصف، القائمة تشتمل على أشياء يأتي بها الزوج وأشياء تأتي بها الزوجة. الزوج. الذي يأتي به الزوج هو الذي ينصف، إلا إذا عفت المرأة أو عفى هو وقال أنا خلاص مسامح في كل شيء، فهذا على تفسير قول الطبري، على تفسير قوله تعالى عند الطبري أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج اختيار الطبري، فقال يا وصورة عفوه أن يقول أنا مسامحك في كل شيء. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا، يعني الشبكة تنصف، المنقولات الزوجية الشيء الأشياء اللي أتى بها تنصف، وإذا عفوت فهو أفضل. نعم نعم بارك الله فيكم. أنت عفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. أحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول لحضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر. فيه بعض الكلام الخفيف وإن حسنه بعض العلماء. طب بالنسبة لو احنا خدنا بالتحسين دوت وهيبقى يوم الجمعة برضو 4 قبل الجمعة و4 بعد الجمعة؟ الجمعة ملهاش سنة راتبة، سننها مطلقة، صلي كما شئت من الأعداد قبلها وبعدها. الرسول ورد أنه صلى 2 ركعة أحيانا وصلى 4 أحيانا. جزاكم الله كله. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك يا شيخ، انا كنت بتصل بقول لحضرتك على صلاه المغرب والعشاء في مسجد في اوروبا. بيجمع العشاء مع المغرب. لماذا يجمعهم؟ ما فيش داعي اصلا. لان في مسجد يجمعهم. مسجد شيعي ولا ايه؟ والمسجد الاخر لا يوجب ذلك. المسجد هذا يجمعهم مسجد شيعي ولا لا؟ لا، مسجد سني والإمام بتاعه مصري ومن الأزهر، خارج من الأزهر. طيب لماذا يجمع؟ طيب يوميا كده يجمع في فترة الصيف، لأن في الشفق، يعني الشفق يمتد حتى بعد الساعة 11. طيب ما المغرب، إذا كان المغرب الساعة 10 والشفق يمتد 11، ما هي ساعة زي مصر بالضبط يعني. هو يجمعهم بيقول يعني علشان الأخوة اللي بيشتغلوا بيناموا بدري أو لا أستطيع أن أوافقك على هذا، يوميا لا أستطيع. شكرا. بارك الله فيك يا محمد بن مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال عشان وقت حضرتك، سؤال واضح وصريح. الو تفضل تفضل. هل ورد لفظ اباحه، لفظ الكذب على للاباحه في احوال زي ما بعض الناس بتقول انه ابيح، ان الرسول اباح الكذب في على الزوجه او على الاعداء او الى غيره او الصلح بين الناس؟ لفظ الكذب نفسه ورد في اي روايه صحيحه؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت أنه قال ليس بالكذاب، نعم، الذي يصلح بين الناس، نعم، فيقول خيرا أو ينمي خيرا، هذا ثابت. أما حديث 3 رخص فيها في الكذب، منها كذب الرجل على امرأته، هذا الحديث سنده ضعيف، معلول، معلول، تاخد بالك؟ فهمت كلامي؟
فاهم يا فندم؟ معلول بهذا اللفظ. أما الكذب في الحرب فله شواهد، كذب للإصلاح سمعت خبره، أما كذب المرأة على زوجها وكذب الرجل على زوجته فهو معلول، فهو معلول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم. عندي سؤال بعد إذن حضرتك. اسأل. كنت محتاج أجي لحضرتك، عندي طلقت زوجتي للأسف 3 مرات ومحتاج أستفسر حضرتك بالتفصيل شوية. طيب فصل في الهاتف، لا يلزم إنك تجي لي. أنت جاي منين؟ من الجيزة. أنت جاي من الجيزة، صعب عليك وعلينا. أنت هتيجي من الجيزة مش هتجلس 10 دقايق، أنت جاي من الجيزة عايز نصف ساعة ساعة. لا ان شاء الله ربع ساعة بس من وقت حضرتك. والله ممكن تكلمني في الهاتف، نخلصه في الهاتف، ويا ليت تكون جنبك بجوارك وانت تتكلم. ما انا عايز اجيبها معايا، عايز اجيبها حواليك عشان كده. عشان كلمنا في الهاتف انت وهي ان شاء الله. طب اكلم حضرتك امتى اكون موجود؟ يعني مش عارف. الساعة 3 ظهرا ان شاء الله غدا. ايه يا شيخنا؟ الساعة 3 ظهرا غدا ان شاء الله. 3 ظهرا ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سيدنا؟ طيب الحمد لله بخير. ربنا يبارك لحضرتك. بقول لحضرتك انا اشتريت شقه في التجمع، شاريها يعني انا عندي شقه الحمد لله، بس شاريها استثمار ممكن ابيعها او اشتريها، هل عليها زكاه؟ شاريها للتجاره عليها زكاه، شاريها قنية لك ولاولادك ليست عليها زكاه. التجاره ممكن اجرها ممكن ابيعها. للايجار، للايجار ليس عليها زكاه. طب اجيب او ممكن ابيعها في اي وقت من الاوقات، بس مش جايبها يعني ان انا ببقى. خلاص اذا ما دمت لست بتاجر للسيارات او للشقق، لست بتاجر، فهي قنية ليس عليها زكاة. طب الايجار لو اجرتها، لو اجرتها واجتمع معك مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. من الايجار ده إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب. اللهم صل على رسول الله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله في نعم. الحمد لله شكرا. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، رجل توفى ووالدته راحت لأولاده وزوجته طلبت ميراثها. طيب. وبعد الام، ام الاولاد اللي هي زوجة المتوفى، اتكلمت مع امه اللي هي والدته، قالت لها الاولاد صغيرين وما ينفعش ان احنا ايه ناخد منهم، فعايزين نربيهم، فما ايه تنازل عن حقك في ابنك، وانا في المقابل هتنازل عن حقي في زوجي. وراحوا عند ناس اهل فضل وكتب ورق بهذا الكلام. طيب. وبعد عمر او مدة من الزمن ام المتوفى توفت وما خدتش حقها. ما خل، بس لكنها تنازلت. تنازلت رسميا خلاص. بعد سنوات. الزوجة بقى، زوجة المتوفى دي، بعد ما ام المتوفى توفت وجينا نقسم، او الاولاد يعني جم يقسموا مع بعض، قالت لا ده انا هاخد حقي. ليس لها. ليس لها. نعم. وإذا قلنا لا تأخذ حقك بالميتة، تأخذ حقها، لأن الميتة كانت تطالب بحقها وما تنازلت إلا لما أنت تنازلتي. تمام. بس يعني إن شاء الله لا تعطوها شيئا. تمام. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، انا اتصلت بيك على اسالك على يمين الطلاق. طب انا دلوقتي لو كلمت اختي واتس، هو سامحني ان انا اكلمها واتس، لو بعت لها بقى على الكل تسجيل صوتي عادي؟ اسالي، هو الذي اقسم يقول لك اذا كلمت اختك، انت طالق مذهب حنفي ملكي وشافعي شافعي وملكي وحنبلي وابو حنيفه، يعني خلاص على راي الجمهور التطليقه تقع. انا سالت زوجي، قلت له اكلمها واتس، قال لي كلميها واتس. انا بسال حضرتك بس كتابه،
لو انا كلمتها بقى بعت لها تسجيل صوتي يعني حلال ولا حرام؟ ما هو التسجيل الصوتي تكليم ايضا. هو حلف عليا في التليفون فقط. اسالها عن نيته. طيب ونيته والله انا سالته بس ما قال لي التهديد. لا التهديد خلاص ملغي. لا التهديد ملغي لانه هو قال تكون طالق على المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي اذا كلمت اختك. انا متذكره وانا عليا الطلاق بالحاجات دي. فراي الجمهور لا تقع تطليق اذا كلمتيها. طب لو كلمتها بعد تسجيل صوتي انا بسال حضرتك في دي. والله هي تسجيل صوتي ابتعد عنه يعني احسن. سواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال شيء. اسأل يا أخي. لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول لما مات؟ والله فهم قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهم من ذلك الجواز. نعم. إلا أن نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بنسأل لحضرتك عن مدى صحة رواية إن لكم في المعاريض لممدوحة عن الكذب. لا يثبت كسند، لا يثبت، ولكن عليه عمل عدد من العلماء. جزاكم الله خيرا. حياكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخنا، هل يوجد كتاب في الأحكام النهائية في الأحاديث، يعني في صحيح الأحاديث؟ في بعض الكتب يعني البخاري ومسلم جمع الصحيح، وفي كتب للشيخ ناصر الألباني من وجهة نظري، صح من وجهة نظري. حبك الله يا أخ مصطفى محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. قول الله تعالى ليس، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيئا، هل ده شيء معناها ايه بالظبط؟ الايه دي كان عتاب لسيدنا رسول الله لما دعا على اسمى اسامي باسمياء. اللهم لعن فلانا وفلانا، وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فقيل له ذلك. يعني دي ربنا، يعني معناها ان الامر كله لله. اختصارا الامر كله لله، يعذب فلانا يرحم فلانا، الامر له. أي يعذبهم أو يتوب عليهم. الله يسلمك. معلش سؤال تاني يا شيخ. ماشي 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 تفضل. أختي جت بأولادها وأولادي في البيت، والأولاد ابنها ضرب ابني بالقلم، فأنا بكلمه بالراحة بقول له ما تضربش. من هي، أختك ولا مين؟ أختي. ابنها. يعني ابن أختك ضرب ابنك بالقلم، وكم أمرهم يا حبيبي؟ هم صغيرين يعني 4 سنين 5 سنين. يا اخي فوت يا اخي، كبر عقلك يا اخي شوي. ما انا جيت يعني بعلمه بالراحه بقول له ما تضربش على الوش، ببتدي اعلم فيهم الاثنين، فهي زعلت جدا وصوتها عالي وزعقت وعملت زعله كبيره. يعني كلامك مهذب يعني وهادئ؟ ها؟ كلامك كان طيبا وهادئا؟ جدا جدا، انا كلمته بالراحه جدا 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 وبفهمه، بقول له ما تعملش كده تاني، هي عملت مشكله كبيره وما بتسمحش ان حد من خلالهم اللي هو انا او اخواتي يكلموه. خلاص جدا وبتعمل مشاكل كبيره. غدا تعقل ان شاء الله، ما فيش مشكله، انت ما اسات ان شاء الله. مرحبا يا اخي ياسر عسل. مرحبا يا اختي امل. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. حكم كتابة الاسم مثلا كعبد الرحمن او كعبد الرحيم مثلا بالانجليزي على وسائل التواصل جائز؟ جائز. لا ولا الانجليزي كيف يكتبون اسمائهم؟ انا اقصد بس اسماء مثلا الانجليزي المسلمون كيف يكتبون اسماءهم؟ العربي، باللغة العربية الفصحى. نعم. بقول لك الانجليزي المسلمون. ايه؟ الانجليزي الايه؟ المسلمون. المسلمون؟ الانجليز المسلمون او الفرنسيون المسلمون كيف يكتبون اسمائهم؟ يكتبون بلغتهم. نعم.
السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزين حضرتك توضح لنا اذا كان في هناك علاقة ما بين عقيدة البداء عند الاستعشرية وما عند الاشعرية من انهم يعتقدون ان الله قد يغفر يوم القيامة لمن مات على الشرك. هذا باب وهذا باب اخر. بس انا ما اعرف هل الاشعرة يقولون ذلك؟ هل الأشعرة يقولون ان الله قد يغفر لمن مات على الشرك؟ في فيديو انا شفته وحضرتك كنت بترد فيه على احده على واحد منهم من اللي بيظهروا في القنوات وهو حضرتك بتقول عليه الحجة ان ربنا سبحانه وتعالى قال تبت يدا ابي لهب وتب على ابي لهب فهو بيرد بيقول لو ان الله يوم القيامة اراد ان يغفر لابي لهب لا دي مسألة تانية. هتقدر تقول هل ده مش نفس المعنى بتاع عقيدة البداء التي يعتقد بها الاستعشرية وبيقولوا ان قد يبدو لله شيء فيغير ما 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 ما, ما قدره او ما رأى. بارك الله فيك. عقيدة البداء اوسع من هذا الذي ذكرته بكثير. نعم وتحتاج الى شرح موسع يعني. ده هذا ظاهره يعني. بارك الله فيك على يعني على كل حال لا تنشغل بمثل هذا الكلام واحرص على النافع كنصيحة بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، هل حديث يوسف بأقوام يفعلون الحجر والحجر والخمر المعزف من معلقات البخاري؟ نعم معلقات البخاري. نعم شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، زوجتي حلفت عليها يمين طلاق ان هي ما تكلمش حد واحدة ست يعني تانية كده. وقلت لها لو كلمتيها تبقي طالق. بعد كده حبيت ارد يعني اشوف اليمين ده وقع ولا لا. انت اللي سالت تقول مذهب شافعي وحنفي وابو حنيفه ومالكي تكون طالق على كل المذاهب ولا غيرك؟ لا 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 ماشي. انا لا غيري واحد، انا حد تاني. ماشي. انا قلت لها كده، قلت لها تبقى طالق لو كلمتيها. وانت تنوي الطلاق؟ سالت شيخ قال لي بتدفع. انت تنوي الطلاق؟ انا؟ ايوه. كنت قلت هذا الكلام تهديدا او انجازا؟ لا تهديدا. تهديدا عشان اعظم لها الموقف ان هي ما تكلمش. على اي حال اذا كان تهديدا تكفر كفاره يمين كما قال لك الشيخ. طيب الشيخ قال لي ممكن تطلعها عادي على كذا على مرتين لو انت مش هتقدر. ممكن مع مره واحده. كلامه صحيح. جزاك الله خير. حياك. بارك الله فيك يا حمود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. نستاهل الحمد. معلش يا شيخ في سؤال كده بس معلش عشان خاطر ما وقعش في الحرام بس عايز اعرف منك بس. اتفضل يا حبيبي. يزيد فضلك. معلش يا عم الشيخ يعني انا عندي يعني العصبية زاد على اللزوم وقت الغضب يعني ما بعرفش اتمالك نفسي من الكلام اللي بنطقه من لساني. وحصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي. فمع المشاجرة مع الكلام اتعصبت فقلت لها انت طالق، بعد كده قفلت السكة وندمت ان انا قلت كده، فهل كده الطلاق وقع يا عم الشيخ ولا لا؟ ما هو إذا كنت قاصد الطلاق، الطلاق واقع، لكن إذا كنت خرجت فقدت التحكم في نفسك، فقدت التحكم في نفسك، كالذي معه هاتف محمول هكذا يرميه في الأرض يكسره، هو عارف ماذا يصنع. إذا كان ذلك كذلك فالطلاق لا يقع، لكن إذا كنت تملك أمر نفسك الطلاق واقع. لا لا أنا ما مقصدش طلاق ولا حاجة، وأنا في نيتي إن أنا أطلق أصلا، بس هو ما عرفش يتمسك نفسي بس مش أكثر ولا أقل. ما أنا قلت لك هو السؤال الثاني يا عم الشيخ بعد إذنك برضه في نفس الطلاق برضه. كنت بتكلم برضه على الواتساب برضه كده من شهرين كده. فبرضه حصلت مشاجرة رحت كتبت كلمة انت طارق بس والله العظيم انا مش عايز اكتبها بس بعد ما كتبتها رحت حذفتها. انت تتعالج من الاعصاب او لا؟
لا انا مش بتعالج مع اعصاب، انا الاعصاب دي يعني بتجي بس لما لما حد يزعلني، لما في حاجه تحصل بس، لكن غير كده ان انا هادي، لكن غير كده انا هادي طبيعي، بس لما حد بيتعامل معايا باسلوب يعني زي كده مشاجره بتعصب، ما بعرفش اتملك نفسي من الكلام ومن اذا فقدت التحكم في نفسك اثناء الطلاق لا يقع طلاقك، اذا كنت تملك امر نفسك الطلاق واقع. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا الشيخ مصطفى، ازاي فضلك؟ الحمد لله انا بخير. ربنا يبارك في فضلك يا رب ويبارك في عمرك. ولا فضلك فضلك، كان عندي سؤال. انا شغال في استقبال المكالمات. طيب. فعرض علي عمل اخر في نفس المجال برضو استقبال المكالمات. الشغل الاول يعني شغل طابعه هادئ بعض الشيء، يعني ممكن مثلا اليوم يعدي 8 ساعات واستقبل فيه مكالمه او مكالمتين على الاكثر يعني. الشغل الثاني في عمل اكثر شويه يعني، فانا عرض علي الشغل الثاني في نفس مواعيد الشغل الاول، فهل يجوز ان انا اوفق ما بين الاثنين ولا هل هناك تعارض؟ هل تستطيع ان تستاذن صاحب العمل الاول فيما تقول؟ لم استاذنه. هل تستطيع ان تستاذنه؟ لا اعتقد انه سيوافق يعني. خلاص، الاسم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. طب اذا استاذنته ووافق؟ خلاص الحمد لله وصاحب الحلال. تمام. لكن إذا هناك بمثل أخ سيد البعلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت شيخ حكم تأجيل الجواز لتأمين المالي يعني للزواج أخواتي. والله إن شاء الله مأجور، إذا كنت تريد أن تسطر على أخواتك البنات وتزوجهن وأخرت نفسك من أجل ذلك جزاك الله خيرا، وأنت ان شاء الله لن تجيء. المال موجود عادش، قالوا لي ان انت ينفعش تعزف عن الزواج دلوقتي وانت موجود معك المال. لا في شيء، اخواتك انت تؤثرهن على نفسك. ماشي بارك الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، عندي جدتي كبيره في السن كانت بتصلي صلوات كتير غلط وهي مش عارفه. كده الصلوات اللي صلتها زمان مقبوله ولا راحت عليها ولا ايه؟ عفى الله ما سلف. يعني مش هيروح عليها كده الثواب عشان هي قلقانه من الموضوع؟ ان شاء الله. اللهم اني اسالك الهدى والتقى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا اتفضل يا حبيبي. زي حضرتك؟ طيب ولله الحمد. نحبك في الله يا شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لازم حضرتك، عندنا مقبرة لشركة ما بين عمي وأبي عليهم رحمة الله، هما الاثنين مدفونين فيها. طيب. وفي بجوارها مقبرة متهالكة. طيب. من عشرات السنين لا نعرف أصحابها. طيب. وطبعا عمي ووالدي توفوا الله يرحمهم، وما احناش عارفين هي بتاعت مين المقبره دي، واحنا محتاجين مقبره، فهل لنا ان احنا ناخذها؟ احنا سالنا امامنا الكبار وناس يعني موجوده، منهم من قال ان هي لابي ومنهم من قال ان هي لعمي، بس احنا مش متاكدين من الكلام ده، فهل يجوز لنا ان احنا ناخذها ونبنيها؟ واذا ظهر حد طبعا هنتفاوض معاه على الشراء، ولا نبعد عن الموضوع؟ لا ممكن، إذا أنتم في احتياج للمقبرة ممكن بالطريقة التي ذكرتها، لكن إذا جاء صاحبها فهو أولى بها، تفرغوها له. تمام. بعض الناس بتقول طبعا حتى لو جه حد ما كانش في زمان يعني الأوراق، مش هتلاقي حد معاه ورق، ممكن حد يجي يقول لكم لا ده بتاعته مش بتاعته. لا خلاص، احنا دلوقتي أنت تقول لها 10 سنوات مهجورة. أكثر من 40 سنة. ما في عليك مشكلة الله يكرمك. طيب سؤال ثاني، هل لو بنيناها دورين، دور أرضي
لا يجوز البناء على المقبرة إلا إذا اضطررنا إلى ذلك، كأن لم تكن هناك قبور، لأن النبي نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن حتى لو هتبقى معظمة نتحط فيها العض. أقول لك للضرورة، إذا كانت في ضرورة جائز، ليست هناك ضرورة لم يجوز. خلاص يا شيخنا جزاكم الله خيرا. الحمد لله، الله يبارك فيك ويكرمك ولك الحمد يا رب. على اليمين خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حبيبي. الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك. من والله إني أحبك في الله. أحبك الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. إذا أودعت مبلغا في البنك تمام؟ وأنني أعلم تماما أن الفوائد محرمة ولن أخذها. طيب. إن البنك يحسب مصاريف لا أعلم مصدرها، حتى عندما سألتهم يقولون مصاريف البنك، سألتهم هل هي مصاريف إدارية؟ قال إنها مصاريف للبنك. عفوا. تفضل. أنت تقول البنك يعطيك فوائد. تمام، ينزل فايدة على المبلغ اللي أنا أودعه. كيف تكون مصاريف إدارية؟ البنك أنت تدير عملا حتى أعطيك عليه مصاريف إدارية؟ لا لا، أنا بقول يا شيخ إن هو يعطي فوائد على المبلغ ويخصم من الحساب مصاريف. ويخصم من الحساب مصاريف إدارية. ليست إدارية. أنا أنصحك تأخذ الفوائد تتخلص منها لأي فقراء وتدفع أنت المصاريف الإدارية الناشئة عن حفظ البنك لأموالك. طيب، هو أنا لما قلت البنك هل هي مصاريف إدارية أم لا؟ قال لي هي مصاريف يعني كذا كذا حاجة ما صنفهاش تحت مصاريف إدارية. هل إن أنا آخذ رأس مالي من البنك والزايد أطلعه لله، ولا زي ما حضرتك قلت المصاريف ديت أيا كان مسماها إيه؟ ادفعها من حسابي الخاص. ادفعها من حسابك الخاص ايا كانت مسماها. ايا كان مسماها. مرحبا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. هل يمكنك يا عم الشيخ بعد اذنك يعني ان ترفع السماعه؟ اريد ان اكلمك في شيء خاص يعني. بس يعني من الممكن وانا رافع للسماعه الناس تسمعك ايضا. ارفع ولا لا ارفع؟ خلاص تمام، جزاك الله خيرا، اكلمك في خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا الحبيب اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله حالي طيب. ربنا يديك الصحه يا رب ويبارك في عمرك. وياك. لو سمحت يا شيخنا، كيفيه الجمع بين حديث أن قوما طبخوا الحمر الأهلية في إناء في آنية فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها وأن يكسروا الآنية، فلما استبقوه رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غسلها وعدم كسرها. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: قم يا أنس إلى هذه الدنام فاكسرها وأحرقها. لا، لم يقل النبي ذلك، هل قال لا أبو طلحة؟ وما قالش فاكسرها. نعم، ده هو أبو طلحة الذي قال: قم يا أنس إلى هذه الدنام فأحرقها. نعم. الله يسلمك. يعني يجوز استخدام الآنية إذا طبخ فيها شيء، يعني طبخ فيها شيء محرم أو مثلا تغسل 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 غسلا جيدا يعني. نعم تغسل غسلا جيدا. مرحبا بك يا إبراهيم ابن سعيد وفقك الله. اللهم صل على الرسول وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، أرجو أن يتسع صدر فضيلتك. الله المستعان، الله يوسع صدرنا وإياك للخير يا رب. تفضل. اللهم أمين. فضيلة الشيخ، أنا المفروض كنت بقضي خدمة في الجيش الفترة اللي فاتت دي، كنت في مركز تدريب. تمام. طيب، حصل. فكنت نايم فصحيت على جنابة، يعني استحلمت وانا نايم. وبعدين استأذنت من الشاويشيه علشان يسمحوا لي بالاستحمام وكذا للصلاه، فالشاويشيه اللي موجوده معانا رفضوا الموضوع ده. تيمم. اتيمم واصلي عادي. تيمم.
تمام بالظبط. طيب قلنا يا شويش اتقي الله يا شويش. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. كنت بستأذن حضرتك. نعم؟ كنت بستأذن حضرتك. في الفترة اللي فاتت يعني بواجه مشاكل في حتة الجهاد النفسي، وأحيانا بتكاسل عن العبادة والحاجات زي كده، فبطلب من حضرتك النصيحة. والله اذكر الله كثيرا واستغفر كثيرا، استغفر كثيرا واذكر الله كثيرا، واسأل الله العون وصادق الصالحين. بارك الله فيك يا حمودة بن يحيى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حركة الأسئلة عبد الرحمن. انتشرت في بلدتي ظاهرة اسمها ختمة حافظ القرآن، عندما يحفظ القرآن الكريم لا يسمع أخي صفحة من سورة البقرة، بل يعلمون له في يعملون له في المسجد حفل، ويفتحون أناشيد مؤثرات وبعضها فيها أغاني عن حفظ القرآن، ويتلو آخر صفحة أمام الناس ثم يسجد. هذا بهذا التوصيف شيء غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودوما خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفعل مثل ذلك. السلام عليكم. نعم. هل يخبر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم ارضى عليكم وعليكم. الله يكرمك. انا كنت عايز اسال حضرتك، ممكن لو يعني انا عارف ان هو ده يتسع المقام في الفتاوى الان، ممكن تعمل لنا محاضره عن بدء في طلب العلم وعدم التسويف، وال يعني ايه الفتنه اللي بتحب الانسان. ان شاء الله باذنك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله انتظر. ان شاء الله سيدي. ان شاء الله. أربعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت انا كان لي سؤال في مسألة طلاق يعني. هو زوجي كان يعني في سفر يعني، وانا عرفت ان هو اتزوج يعني زوجة تانية، ولما عرفت فهو قعد يقول لي انا هطلقها، انا اصلا هطلقها واديني فرصة تانية، لان كان في بينا حاجات كتيرة يعني، كنت صبرت عليه كتير في حاجات كتير جدا، وقعد يقول لي اصبري وهذا والله فرصة أخيرة وخليكي معايا وانا ما اقدرش استغنى عنك وكده، وقال لي ان هو اول ما هيجي هيطلقها يعني. فقلت له لا انا ماليش دعوة، انا طلقنا، انا ما احبش ان انا اكون يعني سبب في طلاق واحدة وكده. طيب. فبعدين قال لي لا ده انا هطلقها ومش عارف ايه وكده. وبالفعل اول ما جه قلت له يعني انا مش هينفع اكمل معاك ويقعد عني يعني وكده، ويطلقني انا ووديني الحبسه بيلي وخليك انت معاها وكده عشان انا اربي ابني وكده يعني. النهايه يعني مش سؤال. فهو قال ان هي طالق، هي اعتبريها طالق. قلت له لا ما ينفعش الطلاق ده اصلا، انا ما بحبش الكلام ده. قال لي لا هي فلانه الفلانيه هي دي طالق، اللي هو اسمها يعني دي طالق. جاء بعدها بشويه راح قايل لي قالها كذا مره، وبعدين بعدها بشويه رحنا مكان تاني يعني، وكنت برضو حزينه وزعلانه ومصممه ان انا اتطلق وكده، راح قايل نفس الكلام فلانه الفلانيه دي طالق. ثالث يوم برضو نفس الوضع، فقال نفس الكلمة وقال فلانة فلانية مراتي دي طالق. كلها تطليقة واحدة. رجعها ولا لم يرجعها؟ لم يرجعها بين الثنايا هذه التطليقات. كلها محسوبة واحدة يا أختي. يعني ثلاث طلقات على ثلاث مجالس متفرقة. كلها محسوبة واحدة. Thank you.
فتوى من العلماء ولا غلط انا طلعتها ثلاثة ومش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخنا، انا معايا زكاة مال، كان معايا دهب، فانا زكاة المال بتاعتي حوالي 2 جرام وشوية. طيب. فانا اختي الله يرحمها توفت، الله يرحمها، وليها 4 ولاد. طيب. فانا اخدت الطفل الصغير بكفله عندي في البيت، هو حوالي 9 سنوات، فهل يجوز ان انا اصرف عليه من زكاة الدهب دي؟ والله هو مشكلة، المشكلة هذه ان هو له اب ولا ملوش اب؟ هو له أب بس هم ظروفهم يعني يعني ما هو الولد مسؤول من أبيه. أنت تتشبه بما لم تعطي الآن، تبين للناس أنك أنت الكريمة المباركة اللي بتربي ابن أختك، وأنت بتزيد له من زكاة مالك. إذا كان أبوه موجود أبوه يلزم بالإنفاق عليه إذا كان ثريا. محتاج هو أبوه رفع إيده من الإنفاق عليه لأن يعني معاش قليل. إذا كان أبوه فقير أبوه مصرف للزكاة، يعني أعطي الفلوس لأبوه ولا أعطيه الفلوس لوالده؟ لكن ما والده بس، عفوا، ما أنت ترجع تأخذها من والده ثاني. أيوة أصل هو. طيب في سؤال بس، هل الولد منفصل في معيشته ولا الفلوس هترجع لك أنت مرة ثانية؟ لا هو الولد بيقيم معايا تعليم ودراسة وإقامة كاملة عندي. إما هو احنا يا بابا مثلا مرة كل أسبوعين. لك أولاد آخرون؟ إيه؟ لك أولاد آخرون؟ لا لا أنا ما عنديش أولاد. يعني أنت تكفلي ابن أختك وهو فقير ليس له عائل سليم. أبوه فقير، أبوه فقير مش فقير، مسكين يعني. هو مسكين ما أيضا مصرف، إذا كان مسكين مصرف. أيوه ماشي خلاص مشيها كده يعني. ممكن اصرف عليه من زكاة المال. ممكن ممكن ممكن. ماشي، الحمد لله. ما دام عندك 100 جرام ذهب يعني هتورطي نفسك في شبهات ليه يعني؟ ما تنفق عليه من اي مصدر اخر احسن. هو الذهب ده انا كنت عينه ان شاء الله لما ربنا يكرمني بالحج، كنت يعني دي فلوس الحج. ربنا يبارك لك. سلام عليكم. حفظك الله يا أخ ياسر ابن عسل وسلمك الله من السوء المكروه. أربعة إخوة لديهم محل شركاء فيه، أريد هؤلاء الإخوة أن يؤجروا هذا المحل الشخص يفتحه بقالة، لكنهم متأكدون أنه سبع سجائر. غالب محلات البقالة، يعني الغالب ليس السجائر، السجائر فرع من الفروع، فلا بأس أن يؤجروه للشخص، وإن تحروا أن يكون الشخص الذي سأجرون له صالحا لكان أفضل، وبالله تعالى التوفيق. يسأل الشخص من متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ يبدأ الثلث الأخير من الليل، قسم ما بين المغرب والفجر إلى 3 أقسام، والثلث الأخير منها هو الثلث الأخير من الليل، ويسميه بعض العلماء وقت السحر. كيف يحتسب الذهب عيار 21 والسبائك عيار 18؟ كله يجمع ويثمن، وإذا كان الثمن بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، وبالله تعالى التوفيق. أما عن النصاب فهو 97.2 من الجرامات، وفقنا الله إياكم لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله. كان في أخ قال لي نصيحة في الصلوات اللي كانت فائتة أيام الشباب وكده، والواحد كان في صلوات كتير بتضيع منه. أيوه، قال لك لا تصليها ولا إيه؟ قال لي اترك السنن مثلا لمدة سنة وصلي مكان السنن الفروض اللي فاتت منك، فهل ده صحيح ولا لأ؟ والله لو جمعت بينهما أفضل. افضل ايه؟ اجمع بين صلاة السنن والصلاة الفائت عليه. نعم الله يسلمك. كامل عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا. اتفضل.
حضرتك بنسأل عن الأولى فيما ينفق في حفر الآبار المياه في الدول الأفريقية التي يقال أنها أكثر فقرا من مصر. طيب النهاردة في مصر في برضو فقراء وفي ناس محتاجين. طيب الأقربون أولى بالمعروف، يعني في مصر هنا أولى. أي طبعا. طيب لو الزوجة أوصت بتلت مالها اللي هي تتركه بعد وفاتها علشان يتحفر بئر في جنوب افريقيا او يتعمل مسجد في الكونغو او بتاع، هل تنفيذ الوصيه دي واجب؟ اي تنفيذها واجب الا اذا كنت ستنتقل بالوصيه الى حال احسن اللي هو الاولى. اي الاولى، لكن الان قد وصت وحددت بهذه الطريقه وهناك اولى لشده الفقر كما هي اعتقدت. نفذ وصيتها كما اعتقدت هي. اي نعم. كلامك صح يا منى بنت علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. عم الشيخ، انا معي جمعية خيرية. أنا رئيس الجمعية، فإحنا جبنا عربية موتى تحت الطلب، فلما رحنا رخصوها قال لي لازم صاحب الجمعية يكون مأمن. طيب يعني في ضرورة دعتك للتأمين؟ في التأمينات قال لازم رئيس الجمعية يكون مأمن، فأنا مستحرم التأمين. إذا كانت هناك ضرورة دعتك للتأمين جاز. بارك الله فيك يا الشيخ. الله يبارك فيك. سلام. نعم عبد الرحمن. السلام عليكم. ماشي. تقول تركت العمل من 5 شهور وبحثت عن عمل خلال الفترة والآن أمامي فرصة للعمل كمندوب مبيعات في بنك الرجحي قسم تمويل للسيارات. ابتعد أسلم لدينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى استأذنك في فتوى جزاك الله خيرا. اتفضل وياك. انا كنت مسافر بره فزوجتي كتبت لي انا اخلع النقاب يعني بالاسدال وكده، فقلت لها لو قلعت النقاب تبقى كذا تبقى طالق يعني. فكنت قعدت في حوالي 6-7 شهور في السفر وبعدين نزلت. فسألت شيخ فقال لي انا ما بعتقدش بالطلاق المعلق، اعقد عليها تاني بمأزون وكده. فجبت مأزون وابوها ووالدها وكده. لا عفوا، انت اعتبرتها تطليقه ولا لا؟ هي خلعت النقاب فعلا؟ خلعت النقاب. نقاب والاسدال ولبست عادي خالص. وانت اعتبرتها طلقت؟ انا الصراحه انا عندي يعني انا اخشى ان غالب ظني يكون نيتي انها ايه. لا انت اعتبرتها تطليقه انت وهي وبنيتم العمل على انها مطلقه ولا لا؟ ما الرأي اللي أخذت به لما بلغتك أن زوجتك خلعت النقاب؟ نعم. ما الذي بلغك؟ ما الذي فعلته؟ يعني هل اعتبرتها تطليقة ولا ما اعتبرتها؟ لأن مرت 7 أشهر على ذلك. كنت مرت شهور وبعدين كنت تتعامل معها على أنها مطلقة؟ اخترت الرأي القلبي الطلاق ولا لا بس؟ ما كانش في اتصال بيننا في ال7 شهور دول. يعني انقطع الاتصال تماما. انقطع الاتصال ولما نزلت. وانت كنت معتبرها ايه لما انقطع الاتصال؟ نعم. كنت اعتبرتها ماذا؟ مطلقه ولا ايه؟ انا خفت لو كنت مطلقه كده، فلما نزلت سالت قال لي اعقد من جديد. على راي الجمهور انت كنت طلقتها قبل كده مرات؟ بص يا شيخ مصطفى، هو في دي الطلقه الاولى كانت من 8 سنين الموقف ده. يعني انت تريد ترجع لها الان؟ في بعدها رجعت لها وفي تطليق ثاني؟ في طلقه ثانيه ديت كانت صريحه وطلقه ثالثه كانت صريحه. احنا بنشوف الطلقه الاولى دي فيها مخرج. انت اعتبرتها تطليقه ولا لا بس اسال. اكتزل
بعد القذف اجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض من ما بينهما من ما شئت من بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم اصلح اعمالنا وطيب اقوالنا وحسن اخلاقنا واخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي، يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام ارفع درجاتنا في عليين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، وكن لنا وليا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.